عندما نقوم بدفن الميت ما هي العبارة الصحيحة التي نقولها امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم واسألوا له الثبات فإنه الآن يسأل؟ عند الدفن يقال بسم الله وعلى ملة رسول الله، وبعد الفراغ يستحب له يقف عليه ويقول اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر له، اللهم ثبته بالقول الثابت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من الميت فرغ من الدفن وقف على الميت وقال اللهم اغفر له وثبته بالقول الثابت، قال استغفروا لأخيكم وسأله التثبيت فإنه الآن يسأل، يسأل له المغفرة والرحمة والثبات على الحق، يوقف بعد بعض الوقت ثم ينصرف. تكون قبله ولا مو بلازم؟ لا مو بلازم، على أي حال إن شاء الله.